يوم دخلنا في الفلاحة العصرية لازم نستعمل الآلات اللي تحتاجها الفلاحة، وهذاك علاش رخصت شخصيا باش نستورد الجرار، نستورد كل ما هو يتماشى مع إنتاج ماء. أنا قلتها مرارا، أنا اللي يهمني يهمني الشاحنة والجرار، تهمنا كذلك السيارة السياحية نتاع المواطن، ولكن الاقتصاد يمشي بالجرار، يمشي بالشاحنة، ويمشي بالآلات هذه. مانيش معنى أنا الاستيراد نتاعها جديدة ولا قديمة.